السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير. اليوم بغيت نصبغ واحد البلاكار، قلت علاش لا ما نشاركش معكم النتيجه اللي زوينه صراحه، الله عجبني. تابعوا الفيديو حتى الاخير وقولوا لي الراي ديالكم كيفاش جا، واش جا زوين ولا لا، واش يستاهل ولا لا. تابعوا الفيديو. نبداو على بركه الله. انا عندي هاد الصباغه ديال البريو، غادي نصبغ فيها هاد لي ديال هادو الجناب، هادو غادي نصبغهم كاملين بنفس الطريقة. وهاد البيضة هادي باش غادي نصبغ البلاكار كامل. عندي الرولو وعندي هاد الشيتة باش نصبغ الجنيبات، غادي نحلهم ونرجع معاكم. هنا البنات غادي نديرها هادي، هاد الطاسة غادي نخويها هنا باش تساعد ليا فاش ندير الرولو. الشيتة هادي كتصلح لهاد القنيتات هادو. ندور على هاد القنيتات كاملين عاد نكمل. هانتوما البنات، البنه عطات لتحت. دابا غنضرب هاد الجنيبات قبل ما نصبغ بالبيض. غادي بهاد الصباغه هادي درت الروينه هنا البنات. انا ما ننصحكمش بهاد الطريقه هادي حقاش روناتني، مسحت الغلط، خاصني ندير شي شيفون. شوفوا ما درت واحد الروينه، انا مازال تنعاود نصلح فيه، مازال هادو عذبوني في الصباغه ديالهم، الصباغه الجنيبات هكا. عاد كنضرب بالرولو انا هنا جبت المجر، ما بقيتش غادي نصبغه في هو في البلاكا لاصق، حيدته من البلاكا حطيته في الارض باش فاش ندير ديك الرشاشه ما يهبطوش داك الدميعات ديال الصباغه، حيت كيدمعوا كيتكسر الديكور. صافي فضلت نخدم بهذه الطريقه هكا، ما عذبتنيش، جاتني ساهله زوينه، يعني ما كتخليش الصباغه تدمع وتم هابطه من الجنيبات، هكا احسن. صافي دابا غادي نشد الشيتا وغادي نخدم دوك الجنيبات اللي ما كيوصلهمش الرولو بالشيتا البيضاء، بالشيتا عفوا رقيقه، كنخدمهم هكاك بالطريقه هكاك باش كيجيني ساهل. صافي الرولو راه كندوزو على البلاصه اللي مسطحه، اللي كيجي ساهل فاش كنعاود بالرولو هكا كيبان الشكل زوين. صافي البنات هكا يا غادي نستمر هكا حتى نسالي
المجوره كاملين، ثلاثه ديال المجوره كاملين غادي نساليهم بهذه الطريقه وصافي، وغادي نرجع معكم للشكل النهائي. البنات بالنسبه للصباغه انا خديت غير الصباغه غير نص كيلو، نص كيلو كدير 20 درهم، وهذيك الصباغه الذهبيه كدير حتى هي 20 درهم، والرولو كيدير 10 دراهم، والشيتا كدير 6 دراهم، وخلاص صافي هادشي اللي كتحتاج. بغيتي تخلطيها بليسانس خلطيها، بغيتي تخليها هكاك بغيتي تخليها هكاك زعما هكاك قاصحه احسن، يعني خففتيها خصك ديري الكوش الاول وتعاودي الكوش الثاني. انا خليتها هكاك ما خلطتهاش، صافي خلطت غير الطاسه وحديتها مزيان، حيت كيكون من التحت هذاك الصباغ كتكون ثقيله، من التحت من الفوق كتكون خفيفه، خصك ضروري تخلطيها بشي عود ولا شي حاجه. صافي خلطتها مزيان وبديت كنصبغ. انا ما درتش الكوش الاول والكوش الثاني لا شي بلايص اللي عاودت ليهم جوج مرات، اما الرولو فاش كنضرب الرولو كندير مره الاولى صافي، وما كنوليش نعاود الكوش الثاني، وبان النتيجه غزاله تبارك الله، بان زوين. يلا تابعوا تشوفوا الفيديو تشوفوا النتيجه. شوفوا البنات راني هنا كنصبغ وكنحترس بلي نقيس هذوك الجنيبات اللي صبغت بالذهبي، كنصبغ وخايفه ولكن مع ذلك كنقيسهم، يعني خاصك تكون عندك احترافيه في الصباغه، ويا ربي يا ربي تجيبيهم مزيان مقادين. شوف كيف بديت الدنيا بالصباغة يا البنات، باقا خصني نعاود هذوك اليدين، باقا نرجلي لتحت. هذه النتيجه الفينال ديال البلاكار، رجع غزال البنات كيحمق زوين. شكرا لكم على المتابعه.